السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوها مني بعض الأخوات والإخوان اللي كيعانيوا من مشكل ديال البوم زوي وعندهم فقدان الشهية. اليوم حبيت أنني نفيدكم بهذه المعلومة هذه بواحد المكون كنستعمله خاصة في عيد الأضحى، كيتستعمل مع المشاوي وكيتستعمل دائما، كنلقاوه موجود مع المأكولات اللي كتكون صعبة في الهضم ديالها، بحال البيض المسلوق، بحال الفول. الا حضرنا الفول كنلقاو حاضر مع البصاره اللي كنعرفو كاملين، او الا حضرنا القتبان ولا الشوا كنلقاو حاضر. لماذا؟ لان هذا المكون سبحان الله طبيعيا كيساعدنا على الهضم وكيفتح لينا الشهيه بواحد الطريقه جميله بزاف، وكيحمينا من العديد من يعني كيخفف علينا الاعراض ديال بوم زوي. هذا المكون هذا كنلقاو في جميع المطابخ المغربيه او جميع المطابخ بصفه عامه. هذا المكون وهو مكون الكمون. الكمون عنده بزاف ديال الفوائد، يمكن لكم تعملوا بحث بسيط. هو مفيد بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، وايضا كيخفف الام الدوره الشهريه عند الاخوات اللي عندهم الام الدوره الشهريه الحاد، وعنده بزاف 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 ديال الفوائد. لا داعي لذكرها لان غادي يطول الفيديو عليكم. نرجعوا الموضوع ديالنا. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي طلبوا مني مكون يمكن لهم يساعدهم في فتح الشهيه وخاصه في هذه الفتره ديال عيد الاضحى، هذا المكون هذا كيف ما كتشاهدوا هو الكمون. يمكن لينا ناخذه على شكل حبوب، ويمكن لينا ناخذوه مطحون مع الوجبات الرئيسيه ديالنا خاصه المشاوي والمأكولات الدسمه، باش يحمي لينا يساعدنا على الهضم ويحمي لينا يعني الجهاز الهضمي، وايضا يحمي لينا يحمينا من الحموضه ديال المعده. الكمون فهو كيتستعمل في بعض الوصفات للتخسيس، وايضا كيتستعمل لفتح الشهيه، وكيتستعمل للناس اللي عندهم الانيميا يعني فقر الدم، وكيتستعمل للناس اللي عندهم الالم ديال المفاصل والركاب. يعني فيه بزاف بزاف ديال الفوائد بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه اولا عندهم امراض مزمنه اولا كيتبعوا شي تريتمون تاع دواء مع الطبيب ديالهم. يمكن لهم دائما قبل ما استعمال اي مكون يستشروا مع الطبيب ديالهم، هو اللي غادي يعرف يعطيهم يعني واش يتناولوا داك المكون اولا لا. بالنسبه لهذا المكون اللي شاركت معكم اليوم هو الكمون، بالنسبه للاخوات اللي كيعانوا من مشكل ديال بوم زوي، طريقه ديال الاخذ ديالو نتناولوه اما مع الوجبات، ناخذو مثلا نصف ملعقه ونديروها مع الوجبات ديالنا، يعني نديروها على اللحم اولا نديروها على الشوربه ديالنا. ويمكن لينا ناخذو كمشروب، ناخذو نصف ملعقه من حبوب الكمون ونضيفوها لكاس من الماء المغلى ونتركوها واحد المده ديال 5 ديال الدقائق، ومن بعد نصفيه ونشربو هذاك الكاس بعد كل وجبه، عفوا قبل كل وجبه نشربو ذاك الكاس ديالنا ديال الكمون. بهالطريقه هذه غادي تحميو راسكم من بعض يعني البعض ديال العلامات ديال الالام اللي كتجيكم. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من المشكل ديال بوم زوي كيعانيو بزاف ديال الالام، وبهالطريقه هذه يمكن لينا كيف ما ذكرت لكم ناخذوه مع المشاوي نديروه في الصالات ديالنا. بهالطريقه هذه الاخوات والاخوه اللي قالوا لي عندهم فقدان الشهيه وعندهم مشكل بوم زوي، يمكن لكم تاخذوا نصف ملعقه صغيره تستعملوها بالطريقه اللي حبيتو. الا كان مطحون ديروه فوق الماكله ديالكم، والا كان حبوب يمكن لكم تشربوه كمشروب ساخن قبل الوجبات. بهالطريقه هذه غادي تفتحوا الشهيه ديالكم وغادي تخفوا من اعراض ديال بوم زوي. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء تسمحوا لي الا طولت عليكم، وكنتمنى كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والراحه وطولة العمر. وايضا كنتمنى الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وما تبخلوش عليا بالانضمام الى قناتكم واسرتكم. جربوا حكموا ايضا الى قناتكم الجديده، جربوا استفد، مرحبا بكم ودعواتكم معايا، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.